السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برجيكم محلي. هسا أول إشي أنا رجعت أحاول فيها يوم 13 من شهر 5 2023، رجعت أحاول فيها. أنا بعرفها من 15/1 سنة 2021، وقتها حاولت محاولات كثيرة أفهمها، يعني بهاي الفترة تبعت 2021 تبعت شهر 1 2020 حاولت أفهمها لكن لم أستطيع، لكن مؤخرا كنت خلص قادر أفهمها. أول إشي زي هيك الوضع ماشي، انه هذا اللي بدنا اياه. اول شيء لحدين انه نفهمها، يصير عندنا واي يساوي اكس على اكس ناقص 1. طبعا اكس لا تساوي 1 ولا تساوي 0، 1 لانه ممنوع. شو يعني انه يكون عندنا صفر في المقام؟ بيزبطش. والثاني شغله الصفر، يعني الصفر زائد صفر يساوي صفر ضرب صفر، بس يعني ولا في اي منها اي فائده صفر، عشان هيك نستثني هذول القيمتين. بعديها عملت زي هيك، بس ما عرفتش انا يوم 13 من شهر 5 ما عرفتش اللي هي المحاوله تبعت وينها بهذا التاريخ 13/5/2020، ما عرفتش. مش مع يعني خلينا نوصف الامر، ما كانش معي وقت كفايه افكر فيها أكثر. لكن بعد ما شاركتكم المساله بشويه حاولت فيها مره ثانيه، كتبت زي هيك بشكل عام اكس 1 يساوي ام، طبعا ام لا تساوي 0 لا تساوي 1 اكيد. عندنا اكس ان تساوي هيك سميشن من اي يساوي 1 لان ناقص 1 للاكس اي على سميشن من اي تساوي 1 لان ناقص 1 للاكس اي ناقص 1. طبعا أمير الرائع كيف كتبها؟ طبعا لأنه كل واحد فينا عنده شخصيته في الكتابة والدراسة، كتبها على شكل البرودكت يعني فوق. طبعا السميشن والبرودكت متساويات، عشان هيك بيزبط كلامه. ف يعني جد رائع إنه كيف كل واحد يعني بشخصيته فينا بيحل. هسا عنا بلشت إنه أكتب أحد الأمثلة اللي فوق إنه أطلع في القاعدة تبعتي عشان أتحقق منها، بعدها بأثبت إثبات رسمي. هسا الإثبات الرسمي، أو أول إشي خلينا نكتب بشكل عام زي ما أنا حكيت هون، x1 يساوي m not summation x i، يعني زي هيك هذا اللي بدنا إياه، و xn يساوي هيك. هسا بروف باي ميثوتيك الإندكشن، هسا عندنا حالة الـ n تساوي 2 كالآتي مباشرة، بعدها إندكتيف هايبوثيسيس إنه نفرض إنها صحيحة للـ n يساوي k، بعدها نثبتها للـ k زائد 1. طبعا هون أنا وأمير متشابهين كثير، يعني إنه هو كمان حاكي بحله كلام، بس الله يعطيه العافية شغله مرتب. هسه هون كملت زي هيك انه summation يساوي summation زائد x زائد 1، بعديها هذا summation للبرودكت نفسه. لا لساتني ما حطيتش البرودكت محله، انه سويت x زائد 1 قبل، طلعت ماشي زي هيك. بعديها حولتها هون البرودكت انا، لانه هاي من الاندكتيف، هاي من الهاي اللي فوقانية، مش احنا اثبتناها لان تساوي 2 تمام. فهاي من حالة الـ n تساوي 2، أو لا مش من حالة الـ n تساوي 2، هاي من الفوقانية الفوقانية، لفت x زائد y يساوي y x، بيطلع y يساوي x على x ناقص 1 من هاي اللي هون. نرجع نكمل هسه تحت، فهذا الـ summation بيصير product من الـ inductive hypothesis، وهذا x k زائد 1 نفسه x k زائد 1، بيصير ضرب، بيصير الضرب لحد ال k زائد 1، والآن انتهيت من الحل. هسا نشوف تحت مثال زيادة، كتبت تبع المثال تبع الخمسة x1 تساوي 50 اختار، زي هيك حساباته، وبس، الله يعطيكم ألف عافية.